السؤال هذا مرتبط بالسؤال الأول، وهو ماذا أو ما هي العلامات التي تبين لنا أن هذا الحصان متفاجئ من التحكم؟ ما هي علامات التفاجئ من التحكم؟ يعني كيف أعرف أن الحصان تفاجئ من فيه؟ نعم، هل للتفاجئ علامة، حركة، تشنيع، رفض معين؟ ما هي علامات التفاجئ من التحكم؟ طبعا لما أقول حصان متفاجئ أو حصان أنا سميته تفاجئ، أشخاص آخرين يسمونه مثلا عدم فهم للعنان، سمي ما شئت، أنا سميته تفاجئ. ليش أقول تفاجئ؟ أقصد في أن الحصان متعود في حالة معينة على فعل حركة معينة. أنت مثلا حصان أشقر أو مثلا حصان اللي أنت قاعد تقعد الأخير، الحصان تقول مثلا متعود يندفع للبايك أو يطلع قدام أو يسحب قدام، فاللي حصل عكس هذا تفاجئ. التفاجئ هو أن الحصان متعود على فعل حركة معينة في مكان معين، ومتوقع حركة معينة من الخيار، دائما تستمر الوضع هذا. فالنتيجة النهائية الحصان يقول لك أنا متعود على فعل هذه الحركة في هذا المكان مع هذا الشخص لأنه سيفعل هذه الحركة، والنتيجة النهائية قام صار تشنيع وانطلاقة. فجيت أنت ركبت الحصان ده وما كان جاهز لوزنك، ما بعد فهمت وزنك أو دقتك إلى آخره. فلما ركبت الحصان ده في نفس المكان ده، سوى الوضع اللي متعود عليه، سوى نفس الحركة يسويها مع الشخص، حاول ينطلق ومتوقع ردة فعل خاطئة منكم، يسوي نتيجة معينة متعود عليها. تفاجأ أن شيء من الأشياء تغير، وهو شيء أساسي يجعله يفعل الحركة. يعني الشيء اللي يخليه يسوي الحركة اللي متعود عليها، اللي انطلاق التشنيع إلى آخره، هو أنه متوقع أنك تعسر أو ترخي زيادة أو عدم دقة. تفاجأ أن الشيء اللي متعود عليه هذا صار عكسه. طبعاً حصان فات الفوت، حصان طلع دقته، يعني عفوا طلع طاقته، حصان قرر يشنع، قرر ينطلق، ما عاد جاي يتراجع الآن. بس تفاجأ أن محاولته لفعل الحركة أنت سويت شيء غير اللي متعود عليه. هنا طاقته اللي قرر يطلعها طلعت، بس يضطر يطلعها بوضع اخر. يعني هذا طلع طاقتي، ما ادري اشنع ولا انطلق، لان الشخص ده شغله مضبوط، فاضطر اطلع طاقتي بشكل اخر، فيرمي نفسه على وراء او يلعب بقوه على وراء او يقمص على وراء او يدق ريوس بقوه او يترقص. فالتفاجئ هو ان الحصان يتعود على فعل حركه معينه، والنتيجه التي ستحصل معاكسه، مو فقط مختلفه، عاده بشكل عام، عاده يعني، وبلازم بس عاده تكون معاكسه. مرات تكون نفس النتيجة بس أقل يعني دقة أو أقل عفواً عنف، بس لو كان شخص مضبوط عادة تكون عكس. يعني حصان متعود ينطلق هنا بسبب دقة، تفاجأ فلعب قوة على وراء. جميل، يجي يقول حصان لعب حلو، لعب هو متعود يسوي هنا العادة، ينطلق. طبعا كيف أعرف أن بالفعل الحصان سوى شيء عكس اللي كان يسوي؟ أرخ. إذا بغيت تعرف الحصان بالفعل اللي سواه عكس اللي كان ناوي يسويه، أرخ لنا كبرنا. إذا سوى نفس الشيء اللي سواه معك، ما تغير شيء أصلا، سواه معك وكان يبغى يسويه. لكن لما حصان كان ناوي ينطلق وزنت قام لعب، هذا ميزه. تقول شلون ميزه؟ لو ركبت الان انطلق، يعني لم يكن ناوي يلعب، كان ناوي ينطلق. والدليل لما اركب حصان ناوي يلعب ما يلعب، ناوي ينطلق. فالتفاجئ هو ان الحصان يفعل حركه مخالفه تماما لما يفعله عاده في هذا المكان، لان الخيال تغير وتغيرت رده الفعل. طيب ليش تفاجئ؟ لان الطاقه طلعت مع الترجع، طلعت بس توجه لمكان اخر، زي الشعيب او مثلا الـ السد حق المويه، او يعني السيل اثناء لما يكون يعني ماشي ما يوقف، انت فقط توجه. اذا حاولت توقفه مع الوقت بيغلب السد، يغلب الشيء اللي انت مستعمله. نعم. او اذا مغربه اذا فكت يندفع بقوه، فانت فقط توجه اندفاع السيل، توجه يمين توجه يسار، فطاقه الحصان طالع. نعم. طبعا ما يعني توجيهها انا بس اوجهه يمين يسار، ممكن يوقف محله، لكن وقف شنو؟ الحصان حاول ينطلق، ما يقدر ينطلق، قام ربع نفسه رمي على ورا، فهي طاقه طلعت. وأقرب مثل لها أن شخص متعود يسوي حركة معينة حقت كاراتيه على جدار قوي جدا، بس ينكسر ثقل معين، يكسره زي اللي يكسر بلوك بيده، ثم جاب دون أي مقدمات شخص وحط لك بلوك أضعف أو قوته أضعاف اللي كنت متعود عليها، فأنت جيت بكل قوتك طقتها كالعادة، تطلع لك أن الطوبة أقوى بكثير أو الجدار أقوى بكثير، فأول شيء تسويه توخي يدك على فوق، تسحب على فوق، أح تعورت. هنا سحبك على فوق وش؟ وتفريغ طاقة، انك انت كان مطالب منك انك تضرب يدك بقوة 50 عشان تكسر الطوب، عدم قدرتك على كسره ادت الى ان ايذائك، فعلى طول سحبت يدك فوق، فحولت الطاقة اللي كنت ناوي تنزل تحت الى اعلى. هناك الحصان لو حاول ينطلق قدام وزنته وزن مضبوط، تفاجأ رمى نفسه رمي على وراء او لعب لك او
فرط طاقته بشكل آخر. طبعا تبقى شيء إيجابي أحسن من انطلاق، بس هنا تفاجئ. يعني لو كان حصان موزون أو قدر ركب من قبل شخص آخر مقارب لركوبك، لم يتصرف أو على الأقل يكون أقل تفاجئ من نوع ما. ممتاز، جميلة النقطة هذه.